غادر وفد الشعب البرلمانية برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زين الرئيس مجلس النواب رئيسة اللجنة التنفيذية للشعب البرلمانية اليوم للمشاركة بالاجتماع الدوري 12 لرؤساء البرلمانات الخليجية والمقرر انعقاده غدا الخميس بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. للحديث أكثر حول ما يتضمنه أعمال الاجتماع الدوري لرؤساء البرلمانات الخليجية معنا عبر الهاتف من جدة سعادة السيد صادق الرحمة عضو مجلس الشورى. بداية أرحب بك، هل لك أن تطلعنا على الملفات والموضوعات التي سوف يركز عليها الاجتماع ومن المقرر انعقاده يوم غد الخميس؟ مساء الخير أختي الكريمة، وأشكركم على الاستضافة. مملكة البحرين تحرص على الاهتمام بالدبلوماسية البرلمانية وما لها من دور مهم في تنمية العلاقات المشتركة، وخصوصا في منظومة دول مجلس التعاون الخليجي. من هذا المنطلق يشارك وفد الشعب البرلمانية برئاسة رئيس مجلس النواب معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل في الاجتماع الدوري لأصحاب المعالي رؤساء المجالس الوطنية، وبمشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وأعضاء الوفود المشاركة، والمزمع عقده صباح الغد الخميس 28 مارس. مواضيع وتوصيات مهمة ستتم مناقشتها في هذا الاجتماع، ومن بينها مقترحات تقدمت بها مملكة البحرين تضمنت موضوعين رئيسيين. الأول هو توحيد الخطاب الإعلامي بين دول المجلس للرد على الحملات الإعلامية المغرضة، وتحديد آليات التعامل مع التقارير الصادرة عن الجهات البرلمانية بشأن دول المجلس والرد عليها تحت مظلة مجلس التعاون. الموضوع الثاني أختي الكريمة هو مقترح يتعلق بتأثير الضريبة المضافة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها دول المجلس. أود هنا أن أؤكد على أهمية هذه الاجتماعات ضمن المنظومة الخليجية وبصفة دورية، مما من شأنه تعزيز العمل المشترك وأيضا الإسهام في دعم العمل البرلماني على كافة الأصعدة. نعم، هناك أيضا كما ذكرنا بأن هناك يعني تنسيق برلماني حول التعامل أو النظام الداخلي للتعامل مع البرلمان الأوروبي، كيف سوف تتم مناقشة هذا البند؟ فعلا هناك توصيات عديدة ستتم مناقشتها في اجتماع الغد. هناك مقترح التي تقدمت به مملكة البحرين والمتضمن الرد على كثير من المغالطات التي نسمعها من بين فترة وأخرى من وسائل الإعلام أو من تقارير من هنا وهناك من برلمانات مختلفة، وكيفية التعامل معها والرد عليها بما هو مناسب ضمن منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية. نعم، من جدة سعادة السيد صادق الرحمة عضو مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.